نحب نقول اولا ان بدايه التخطيط لعمليه اغتيال المرحوم محمد الزواري انطلقت خلال شهر جوان 2016، وواضح انه الأجنبيان اللي كنت تحدثت عليهم، الأجنبي الأول والأجنبي اللي من أصول عربية، هما المدبران الأساسيان للعملية، وقد خططوا للعملية بشكل جيد خارج التراب التونسي. وهذا الاستنتاج بطبيعة الحال لما نقول أن العملية كانت فيها أطراف أجنبية كانوا هم المخططين لهذه العملية، ولما نقول أن التخطيط تم خارج تونس وفي ظل المعطيات التي تم تداولها عن انتماء المرحوم محمد الزواري إلى حركة حماس، كذلك التخمين في من هي الأطراف التي يمكن أن تكون هي المستفيدة أو ما هي الأطراف التي لها المصلحة في اغتيال المرحوم، يحيلنا كل هذا بطبيعة الحال، وهذا لا يحتاج إلى ذكاء شديد، إلى إمكانية، أقول إمكانية ضلوع جهاز أجنبي في عملية الاغتيال. لكن هنا أريد أن أؤكد أنه لا يتوفر لدينا إلى حد الآن نتيجة للأبحاث اللي قمنا بها الكل، لا يتوفر لدينا أي مؤيدات أو أي دليل قاطع على ذلك إلى حد الآن. لكن كوزارة الداخلية وجهاز أمني أنا قلت أن هناك أطراف أجنبية. إلى حد هذه اللحظة ثبت من خلال أشهر على الأقل من خلال الذين تم تلقي تصريحاتهم في الغرب أن الجنسيين يتحدثون بلغة أجنبية، يتحدثون بلغة أجنبية، وحتى الفيزيونومي نتاعهم أجنبية إلى حد هذه اللحظة. أنا أتحدث على الأطراف الذين أطلقوا النار، هم أطراف حسب شهادة الشهود الذين تم تلقي تصريحاتهم في الغرب، هم أجنبيين.